ونعود لتقرير الدورة حول الدورة الثالثة للجنة الإدارية لمشروع لوجيس ميدسوفت الذي التأم برباط مجمع الحفوي وعز التحسوي. هو لقاء جهوي يهدف إلى دعم جودة التكوين وتنزيل الاستراتيجية اللوجستيكية بضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، والمغرب يعد من الدول الفاعلة في هذه الاستراتيجية على اعتبار أنه كان سباقا إلى جعل هذه الاستراتيجية اللوجستيكية من بين أولوياتها الرئيسية. استراتيجية تروم تطوير المهارات والعنصر البشري في اللوجستيك لتحقيق التنمية الاقتصادية. واليوم حاضرين معنا خبراء من يعني الاتحاد الاوروبي، من الاتحاد يعني من اجل المتوسط، وكذلك دول اللي هي الجزائر وتونس ومصر اللي جاوا يعني كيشاركوا في هذا اللقاء هذا من اجل يعني التشاور والتباحث وكذلك تقاسم التجارب من اجل النهوض بقطاع اللوجيستيك وخاصه فيما يتعلق بتطوير الموارد البشريه. Nous remercions le Maroc pour le soutien donné aujourd'hui à cette réunion et pour le rôle très important. نشكر المغرب على دعمه لنا في هذا الاجتماع المهم من خلال الدور الذي يلعبه في مجال تطوير رؤية حول اللوجستيك في إطار الاتحاد من أجل المتوسط. والمغرب حقيقة بلد نموذجي عرف كيف يجعل من استراتيجية اللوجستيكية أولوية تكاملية في تنميته الاقتصادية. D'une politique de compétitivité et de développement économique. تم أيضا خلال هذا اللقاء دراسة ومناقشة العديد من المشاريع التي تهم وضع آليات وأدوات إحصائية وتدبيرية لعملية التشغيل والتكوين في قطاع اللوجستيك من أجل تمكين الضفة الجنوبية لحوض المتوسط من نموذج في مهن اللوجستيك في أفق 2020.